انت كل اللي عندك في دماغك هد الدنيا. ايوه ايوه، انا كمسؤول عنكم ما بيفكرش في حاجه فقط غير الحفاظ على الدوله المصريه، مش بفكر في حاجه تانية. واللي بيتعمل ده هو محاوله لان احنا نوجد اسباب نمو مناسبه وتوفير رخاء على قد ما بنقدر في اطار المعادله الصعبه اللي احنا بنتكلم فيها مع بعض، اللي قاله الدكتور محمد مايت واللي قاله الدكتور عاصم واللي قاله قبل منه دوله الرئيس، وفي كل مره احنا بنتكلم في النقطه دي. طب نكررها تاني؟ طبعا. طب بنكررها ليه؟ بنكررها عشان تصل الرساله لينا كلنا. مش ممكن ابدا هو الحياه الكريمه اللي هتتعمل في 3 سنين، وانا الكلام يرد عليا دكتور عاصم فيه، تفتكر في النمو السكاني ده انت مش هيبقى عايز لها امتدادات مستقبليه في المدارس والصرف الصحي ومحطات المعالجه وميه الشرب والكهرباء تاني؟ صحيح. طيب ما هو طب كنا احنا عملنا القفزه دي وقلنا ان احنا في حياه كريمه نخلص مشروع كان هياخد 10 سنين وقلنا نخلصه في 3 سنين وبنضغط على نفسنا جدا عشان نعمله. طب ما هو لو برضه النمو السكاني استمر كده هيبقى برضه هتلاقي فيه نسبة من السكان ابتدت بعد ال3 سنين تقول ايه؟ عايزة فين دخل الصرف الصحي بتاعي؟ طب ما هو مش متخطط. ما هو مش متخطط لأن احنا مش مخططين ان بعد ما نحل المسألة دي نكمل صرف صحي تاني على أراضي زراعية. لا، احنا بنعمل المدن دي عشان تاخد تجتذب الناس وتعيش فيها، واحنا بنعمل المدن دي بندور على فرص استثمار من مناطق صناعية وخلافه عشان يبقى في ظهير صناعي يقدر يوفر فرص عمل.